كي ان انت تتمنين تعزفين قدام برا صباح، كلميني عن هاي الشيء، ايش معنى وليش ومتى وشنو المناسبة اللي خاطرك ان فعلا تعزفين قدام بابا صباح؟ انا ابي اعزف قدام بابا صباح عشان طبعا هو البريزيدنت، وابي اشوف ان شلون انا اعزف. يا حلوة. ولو ابي شيء اقول حقه هو ان احبك وايد، وانا لها اليوم اتمنى ان اعزف قدامك، واتمنى ان ارفع اسم الكويت عشان تستانس. يا حبيبتي يا حبيبتي، اتمنى ابونا بابا صباح قائد الانسانيه يشوف هذا اللقاء ويشوف البنت الحلوه بنتك، يعني اللي فعلا ودها بس انها تشوفك. ماما قاعده تصيح. تعزف قدامك وامك تبكي مسكينه. قاعده تصيح. والله متاخرين فيها يا اختي والله العظيم، فما ادري ايش اقول لك حبيبتي، والله انا دمعت. حبيبه قلبي انتي. بعد قولي شنو 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 تتمنين قدام المستقبل لما تكبرين؟ يعني كل انسان لما يبي يكبر مثلا من سنه يفكر يقول انا بصير دكتور وكذا، يمكن انا سافت الالات الموسيقيه والامور هوايه، بس انت ودك تاخذين الموضوع هذا باحترافيه تخلينها وظيفتك، ولا ودك انه تصيرين دكتوره؟ لا، انا لما اكبر ابي اصير انترناشونال بيانست، يعني انا ابي اعزف بكل مكان، ابي اعزف مع اوركستراز، ابي اعزف مع انترناشونال بيانست. وودي بعد ان عشان تلفزيون السعوديه حطوني، ودي اعزف بالسعوديه. بعد يا طموحه، يستاهلون. البنت طموحه طموحه يا حبايب قلبي. بس الاشياء اللي الحين حاليا بسويها ان بروح مسابقه دبي، راح اتجهز حق اكزام ميوزي ماكس هو اللي بالكونسرفاتوار، وبعزف مع اوركسترة المدرسه بشهر 4 ان شاء الله.